السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عندي سؤال لحضرتك. اسألي اتفضلي. دلوقتي أنا في واحدة صاحبتي حصل ما بيننا موقف من 5 سنين وأنا ظلمتها فيه، وأنا من وقتها وأنا يعني كل فترة ببعت لها وبعتذر لها بكل الطرق وهي مش قابلة اعتذاري، فأنا أكفر عن الذنب ده إزاي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هي المظلمة مالية أو مظلمة في العرض؟ لا يعني هو كانت في حاجة مسروقة والمعظم اللي موجود يعني لفت انتباهي إني خلاني أشك فيها هي، فأنا يعني في نفس الوقت اعتذرت لها كتير قوي بس هي ما قبلتش الاعتذار من نفس الوقت ولا خلاص حتى بعدها طول الوقت عفوا ده مش عارفة عفوا، هل الناس فهموا منك أنها سارقة؟ لا أنا ما قلتش كده، لكن أنا كان في شك لأسباب معينة وقتها ولكن أنا ما صرحتش بده، خلاص بس هي حست إن أنا شكيت. طيب، والشك انت لا تحاسبي على الشك الذي في قلبك اذا كانت له قرائن تقويه، فعلى اي حال لا تحملي الهم، الحمد لله. اذا كان احد فهم عنك انك اتهمتيها بالسرقة بيني له، قولي له ان ما عندي بينة انها سرقت فقط، وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا.